في اول جزء من الكتاب هنتكلم على الثيرموداينامكس اند انرجي. فماده الثيرموداينامكس او علم الثيرموداينامكس هو علم الطاقه, ساينس اوف انرجي. فبالتالي بنعتمد على مبدئين اساسيين, مبدا الكونسرفيشن اوف انرجي, ان الطاقه لا تخلق من عدم, لا تستحدث ولا تفنى, فهي بالتالي ممكن تتحول من شكل الى شكل. ده القانون الاول للديناميكا الحراريه اللي هو الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. فيرست لو ده اسمه conservation of energy. القانون الثاني هو القانون اللي بيتحدث على quality of energy, ان الانرجي ليها quality وليها بيتكلم على اتجاه انتقال الانرجي, ان الحرارة بتنتقل مثلا من درجة حرارة عالية الى درجة حرارة قليلة, فما ينفعش تنتقل بالعكس. فالسكند لو هو اللي بيتكلم على الكواليتي والدايركشن اوف ترانسفير. فهما الاثنين دول بيحطوا الاساس, الفاونديشن بتاع علم الثيرمودينامكس. احنا برضو في الثيرمودينامكس بنتعامل مع, خد بالك ان اي ماتيريال ليها هي عباره عن مولكيولز وما في ما بينهم انتراكشنز, التجاذب والتنافر. لكن احنا في الثيرمودينامكس بنتعامل مع الماتيريال اكنها كونتينيوم. كونتينيوم يعني حاجه متصله زي ورقه كده, ما بنبصش على البارتكلز اللي بتكون الورقه دي او المولكيولز اللي بتكون الورقه دي. فاحنا بنتكلم على البروبرتيز كماكروسكوبيك بروبرتي, ماكروسكوبيك مش مايكرو. فمثلا لما اجي اتكلم على التمبرتشر, درجه الحراره, اتكلم على درجه حراره الهواء اللي في الاوضه دي. مفيش معنى ان انا اتكلم على درجه حراره ذره او جزء من جزيئات الاكسجين اللي موجود في الهواء, ما لهاش معنى. درجه الحراره دي حاجه تجميعيه لكل المولكيولز اللي بتتحرك في الهواء, بتتكلم عن درجه حرارتهم اللي هي ليها علاقه بالكاينتيك انرجي او الطاقه الحركيه بتاعه المولكيولز. فاحنا بناخد الماكروسكوبيك ابروتش. في علم تاني اسمه statistical thermodynamics هو اللي ممكن يتكلم على الميكروسكوبيك ابروتش. ده العلم التاني ده احنا ما بندرسوش في الكورس ده, اللي ده اسمه statistical thermodynamics. احنا اللي بندرسه macroscopic ده اسمه classical thermodynamics. thermodynamics الكلاسيكية ده اللي احنا بندرسه, وده الكلام اللي مكتوب هنا في الكتاب. يعني الابليكيشنز بقى بتاعت thermodynamics تطبيقاتها كتير قوي, اي حاجة ليها علاقة بالطاقة. فاحنا لما بنتكلم مثلا على تبريد, cooling وheating, حاجة بتعمل على طول في كل حتة, يعني في البيوت وفي المصانع, في العربيات, عملية الريفريجريشن التبريد اللي بيحصل في الثلاجات, فريزر, عملية تحويل الطاقة من شكل إلى شكل, عملية إنتاج الكهرباء باور جنريشن. ده كل ده ليه علاقة بالثيرمودينامكس بشكل كبير قوي. السولار انرجي واستخداماتها وتحويلها إلى برضو كهرباء بطرق مختلفة. مش بس كده, احنا برضو بنتكلم على حاجات ليها علاقة بالماتيريالز. يعني مثلا لو بنتكلم على الكيميكال رياكشنز والكيميكال ايكوليبريم والفيزي كوليبريم, فده مهم جدا. البطاريات والفيول سيلز, انرجي ستورج باشكال مختلفة, في التوربينات, الكمبريسورز, كل ده العمليات اللي فيها تبادل الحرارة في المصانع, كل ده ليه علاقة بالثيرمودينامكس. فبتدي تطبيقاته كتير, وذلك المهندس الشاطر بيبقى شاطر في الثيرمودينامكس.